بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم موفق علي. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن شهادة الـ CFA Investment Foundation، مقدمة من الـ CFA Institute او معهد الـ Chartered Financial Analyst، المحللين الماليين المعتمدين في امريكا. زي ما متعودين يا جماعه، معلش يعني نستحمل بعض ان احنا بندخل كل مره نطمن على تقدمنا في الشهاده. خلصنا الحمد لله مديول 1 اللي هو يمثل هو شابتر 1، مديول 2 بيتكلم على الاسكس وريجوليشن الشابترين، الشابتر الاولاني كان مقدمه، الشابترين اللي هو الثاني والثالث هو مديول 2 يعني اللي هو الاخلاقيات الاسكس وريجوليشن، الاخلاقيات والقوانين. عندنا كمان الانبوتس والاوتبوتس، ده مديول 3. خلصنا الحمد لله شابتر 4 و5 وهنخلص باذن الله شابتر 6. شابتر 7 اللي هو يعني فاينانشال ستيتمنت، عندنا طبعا فكره كويسه، اغلب الزملاء عندهم فكره كويسه طبعا عن القوائم الماليه وتحليلاتها، ويبقى ناقص لنا ان شاء الله يعني 7 و8 نخلصهم قريب ان شاء الله باذن الله، نبقى خلصنا 3 مديول من السبعه مديول. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على شابتر 6. تعال نشوف كده ايه محتويات الشابتر بتاع التجاره الدوليه. قال لك define imports and exports، يعني ايه هي الصادرات والواردات. الcomparative advantages among countries، يعني المزايا المقارنة. الadvantages والdisadvantages، المزايا والعيوب. بس انت بتقول لي comparative يعني مقارنة، يعني في دولة عندها ميزة عن دولة اخرى. طيب تالت حاجة بتقول لي describe the balance of payments، يعني ميزان المدفوعات. شوف بقى حاجه جميله، فرصه جميله ان احنا نعرف بقى الحاجات الايه، الكلمات اللي هي بنسمعها، وتقدر تقول لي بقى لا ده انا كده اقدر اعرف لما اسمع حد بيتكلم ده بيعبر عن ايه بالظبط. طبعا الكلام ده درسته انت قبل كده في الجامعه بس ممكن تكون نسيته. يعني ميزان المدفوعات هيقول لك ان هو يعني المفروض ان هو في الكرنت اكاونتس والكابيتال اند الفاينانشال اكاونتس، الحاجات دي كلها تعرفها ايه هو الحساب الجاري وازاي يعني فائض الحساب الجاري المفروض يتوازن مع فائض او عجز، يعني الحساب الجاري يتوازن مع راس المال والحساب المالي. ده اللي هي المفروض الاوتكمز، ده رقم كام؟ 3. 4، هل في عجز؟ describe why a country runs current account deficit. deficit هل في عجز في الحساب الجاري؟ وايه علاقته بقى؟ لو فيه يبقى ايه علاقته بقى بالايه؟ بالعمله او تاثيره على العمله والكلام ده كله. طيب describe types of foreign exchange rate system، ايه النظم بتاعه معادلة التداول؟ يعني ايه معدل التداول؟ التبادل العملات، يعني سعر الصرف. انت عايز تشتري 100 دولار فتقول لي ده الدولار ب 15 جنيه وشويه يبقى ب 1500 جنيه. ده الريت، ده الاكستشينج ريت. ايه اللي بيأثر فيه؟ في سيستمز بتتعمل، هل معدل الحكومات بتأثر فيه ولا سايباه كده للقوى السوق زي ما بيقولوا، يعني تعويم، او يعني قوى السوق هي اللي بتأثر فيه، قوى العرض والطلب. طالما العمله دي عليها عرض تبقى قويه، عليها قصدي عليها طلب يبقى تبقى قويه، عرض تبقى شوف بقى ازاي ترطرت يعني تبقى موجوده. طيب ده الاوتكمز اللي كان يا جماعه، ده الاوتكمز رقم 5، العناصر المؤثره في العمله اللي هي factors affecting the value of currency، دي العامل رقم 6 او البوينت رقم 6. البوينت رقم 7 بيقول لك القوه النسبيه للعملات، relative strengths of currency. جميله جدا 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 الحاجات دي، هتحس ان هي تطبيقيه وشايفها انت، حاسس انت في الاحداث اللي بتمر في الدنيا كلها، تقدر تربط باللي بيحصل بهذه المصطلحات والحاجات اللي هتتعلمها في العلم الجيد ده جدا جدا جدا. وفي الاخر يعني هو مقدمه جميله foreign exchange rate quotes. الكوتس اللي هي الكوتات، يعني الكوتا، يعني هنشوف بالظبط يعني هي المقصود ان هي ايه، بيبقى في كوتا في اسعار صرف، في نسب متحدده، في كميات متحدده. السبوت اللي هو مقارنة الأسعار بقى إيه، الفورية أو الأسواق الفورية، والفورورد كونتراكتس أو الفورورد ماركت اللي هي
المستقبليه يعني. طيب تعالى نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص عرفنا كده يعني زي ما تقول احنا دايما بنقرا الليرنينج اوت كامز او هو اللي بيجيبه لنا عشان نشوق نفسنا نعرف احنا هنتعلم ايه. خشش كده على الفصل وانا مش عارف وتفاجئ بحاجات. طيب خلاص عرفنا احنا في هنا بيقول لك في 10 او 9 او 10 اوت كامز مهمين جدا مفيدين جدا. طب تعالى نتكلم في اول واحده كده انتدكشن صغيره كده جميله جدا جدا جدا. بيقول لك انت راجل داخل السوبر ماركت كعادتك مثلا بتقوم تجيب مثلا مش عارف بلوبيف لانشون مش عارف علبه مربع علبه فبيقول لك انت تسوقك من السوبر ماركت اللي هو جنب بيتك ده وجبت شويه بضاعه بس حاجات جايه لك من كل انحاء العالم، يعني جايه لك من هنا ومن هنا ومن هنا. تخيل ان انت كده بتمارس التجارة الدولية انت مش واخد بالك. When you walk into a supermarket where you can buy scotch salmon، انت بتشتري علبة سلمون كده، ده السلمون الاسكتلندي. طب وايه تاني؟ والخضروات الكينية كينين ايه vegetables، حلو. طب وايه تاني؟ والرز التايلاندي، ماشي يا عم جبت كيلو رز. طيب والنبيز اللي الجنوب افريقي، لا بلاش النبيز الله يبارك لك، بس هو بيقول لك امثله. والقهوه الكولومبيه الكولومبيان كافي، جبت انت ايه ده ايه ده ايه ده، انت عمال تجيب حاجات مثلا من كارفور ولا مش عارف هايبر وان ولا الكلام ده، مش عايزين بقى نبقى دعايه يعني، بس ما ايا كان يعني سوبر ماركت او هايبر ماركت كبير وانت عمال تتسوق. تخيل الحاجات دي جايه من كل انحاء العالم كل انحاء الدنيا. طب يعني ايه هو ده اللي انت بتقوله؟ you are experiencing the benefits of international trade. انت قاعد في بلدك او في مدينتك او في محافظتك، انت فعلا بتطبق، انت فرد من منظومة الانترناشنال تريد التجارة العالمية. فازاي ما انت بقى دلوقتي يعني هي عايز يقولك ان التجارة العالمية مش بعيدة عنك، يعني انت النهاردة لما تيجي تدرسها تقول انا مالي يا عم بوجع الدماغ ده هدرسها ليه؟ لا انت انفولفد فيها يا اصلا، يعني انت النهارده بتحب القهوه الكولومبيه ولا ما اعرفش ايه القهوه الكولومبيه دي، بس احنا مثلا نسمع عن البن اليمني او البن البرازيلي. فما هو برضه انترناشونال تريد، يعني انت لو جبت بضاعه من اليمن او من البرازيل اي نعم. انت دلوقتي بقى تقول لي يا عم الطيران واقف يا عم عشان كورونا وبتاع، اللهم عافينا وعفو عنا. قولوا امين بقى يا جدعان احنا في رمضان. طيب عايز يقول لك ان انت انفولفد فعلا في عمليه الانترناشنال تريد، انت موجود فعلا في التجاره العالميه بي 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 بقوه، بان انت احنا عباره عن يعني بلادنا عباره عن اسواق للمنتجات اللي بره، واحنا برضو لما بننتج حاجه هم اسواق لينا. طيب خد بالك ان وزاره الانترناشنال تريد من غير التجاره العالميه دي كاستمرز نيدز may not be fulfilled، ممكن تكون عندك رغبات انك تشتري بضاعه مش موجوده في البلد بتاعتك ورغبتك دي لا يمكن ارضائها او لا يمكن ان هي مش هتلاقي المنتج ده لو ما فيش التجاره الدوليه، لو كل بلد بتجيب منتجاتها هي بس وخلاص لا تصدر ولا تستورد. يعني التصدير والاستيراد ده هو ده التجاره الدوليه. because people would only have access to products and the services produced domestically، اللي هي الحاجات اللي اتعملت محليا فقط، هو ده اللي تقدر توصل له بس غير كده لا. حلو قوي، يبقى احنا فهمنا كده ان الانترناشونال تريد بتوصل الاحتياجات الكونسيومرز نيدز للفولفيلد بتاعتهم، ان هم يشبعوا رغباتهم، البضاعه اللي هم عايزينها تجي لهم من اخر انحاء العالم. خد بالك يعني مش هتبقى مكلفه جامد، يعني ده مش جايه لك انت لوحدك، دي جايه كونتينرات كتير فتكاليف النقل بتتوزع يعني. فهيجي بعد كده يكلمك يقول لك ان التجاره العالميه دي بتوفر كمان تكاليف النقل وبتجيب لك حاجه جيده، ممكن تجيب حاجه جيده. ما تقوليش بقى ان ممكن المستوى ده استرخص، يعني راح جايب حاجات من الصين ولا بتاع كان ممكن يجيب من اليابان. فانت خد بالك لو في سوق هتشتري الحاجه الغاليه الحاجه الجيده هتشتغل، لكن لو في سوق بياخد الحاجه الرخيصه برضه هتشتغل. فما تلومش المستورد او ما تلومش الحاجه دي موجوده او الحاجه دي موجوده. فهو ده دي مزايا وعيوب الانترناشنال تريد، ان الاسواق بقت مفتوحه، واللي ممكن يكون بيحصل دلوقتي ان هو مثلا استثناء ولا حاجه. طب ايه بقى الانترناشنال تريد؟ الانترناشنال تريد از اكسشينج اوف برودكتس اند سيرفيسز اند كابيتال بتوين كانتريز. يا نهار ابيض، خد بالك تبادل السلع
والخدمات وكمان رأس المال ما بين الايه، ما بين البلاد. حلو قوي. يبقى انا عندي انا عندي ايه بقى؟ imports and exports. imports ليه الواردات، وادي الدوميستيك ماركت السوق المحلي، وعندي exports. يبقى المفروض ان السوق المحلية دي بتنتج حاجات وبتصدرها، وده من ضمن الايه الناتج المحلي، ان هي بتعمل بتنتج حاجات تستهلك في السوق المحلي وبتصدر كمان. لكن هو عشان في حاجات احنا مش عندنا، في حاجات مثلا ما عندناش المنتجات دي، في بعض الحاجات يقول لك بقى في ثروة طبيعية ربنا خلقها في بعض الدول واحنا محتاجين نستورد. هو ليه ربنا ما استغفر الله العظيم يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ليه يعني ما كل دولة ما كان عندها اكتفاء ذاتي يا عم موفق وخلاص، كل دولة يبقى عندها كل البضائع وخلاص؟ ما كانش الناس هتحتاج لبعض. مش ربك قال لك جعلناكم سخريا يعني في مسخرين لبعض؟ انت محتاج واحد يعمل لك حاجة، يعني يعمل مثلا انت عايز ايه، عايز تشرب مثلا قهوه في ستاربكس مثلا، ولا عايز مثلا تشتري كمبيوتر زي اللي انت شغال عليه ده؟ ربنا مسخر لك حد يعمل لك وانت تدفع له فلوس. انت بتعرف تعمل حاجه تانية انت بتعملها لغيرك. تخيل ان انت لو عندك اكتفاء ذاتي بتعمل كل حاجه، لا هتتعامل مع حد ولا حد يتعامل معك. يبقى فين بقى التبادل ده على مستوى الاشخاص؟ برضو طبقه على مستوى الدول. فالامبورتس انت عندك يعني احتياجات لبضاعة، او يعني البضاعة دي ممكن كمان تكون مواد خام انت هتدخلها في انتاجك عشان تطلع اكسبورتس. يعني ما تبصلوش على انه هو الافراط في الامبورتس وحش. انا عايز اقولك ما تبصلوش على انه جانب وحش، يعني انه اقولك يا عم نقفل يا عم الاستيراد يا عم عشان المنتج بتاعنا او العملة بتاعنا تشد حيله، الاقتصاد بتاعنا يشد حيله، وفي حاجات كده ملهاش ده لازمة كده ايه نستورد اكل كلاب ونستورد اللكتشري جودز دي. ما احنا لسه كنا بنتكلم عن اللكتشري جودز اللي هي السلع الكمالية، السلع بتاعت الناس الديليكاو بتاع. يا عم احنا عايزين ناكل عيالنا بقى يا عم موفق، ماشي. انا بقولك بس انت في حاجات الغير ضرورية، انا معاك ان الحكومة ترفع عليها جمارك او تقلل استيرادها، متفقين. انما في حاجات ضرورية لازم تشتريها، الادوية اللي بلاش، الحاجات اللي داخلة في الانتاج، حاجات كتير مهمة جدا جدا جدا. فبقولك الامبوتس دي شوف بقى ربك ما اداش دولة كل حاجة، وإلا لو في دولة عندها حاجة مش عندنا عمرها ما تعامل معك. كل الدول محتاجة لبعض، حتى من اصغر دولة لاكبر دولة. شوف بقى ازاي يبقى شوف بقى سبحان الله اللي عمل الحكايه دي، السيستم ده معمول يعني تبارك الله احسن الخالقين. انت محتاج حاجه تعمل imports. imports يعني ايه؟ products and services that are produced outside countries border، خارج حدود هذا البلد. وجبت هذه الايه products and services and then put into ايه انتو كنت جبتها للبلد بتاعتك. الدوميستيك برودكت ده الدوميستيك ماركت ده ممكن تكون الحاجات دي استهلاكيه زي ما قلت لي كده، حاجات ملهاش لازمه حاول تقلل منها الله يكرمك. يمكن تكون الحاجات دي صناعيه، داخله في صناعه، داخله في تجاره، داخله في بتاع، وهترجع تصدرها تاني. يبقى دي جميله جدا. يبقى خد بالك ان هذا الرسم او الشكل البسيط ورانا ان ممكن الامبورتس يكون ليها فايده في الاقتصاد، ان هي تطلع ترجع تاني اكسبورتس. اكسبورت يعني ايه؟ تصدير بقى او صادرات، دي الواردات ودي الصادرات. ان انا دخلت عندي مواد خام ممكن ادخلها في الانتاج، السوق المحلي بتاعي ده او المنتجين بتوعي يقدروا ينتجوا products and services that are produced within countries borders and then transported to another country. الحكاية اللي احنا حكيناها لبعض دي كده احنا عرفنا ايه هي الانترناشنال تريد، وقلنا ان هي الاكستشينج تبادل السلع والخدمات، وعرفنا ايه هي الواردات وايه الصادرات او الامبورتس والاكسبورتس التوريد والتصدير والحاجات دي كلها وفوائدها. ما تقدرش تقولي ان كل حاجه فيها وحشه او كل حاجه فيها حلوه. تقولي والله ان في واحد يقول لك ايه العولمه يا عم دي يا عم، ما احنا كنا يا عم مش عارف اللي جه من الغرب يسر القلب وبتاع، ما احنا كنا المجتمعات بتاعتنا محافظه على نفسها وخلاص. بس انت النهارده بتقول لي في احتياج دلوقتي فيقول لك والله ان العولمه ساعدت في انتشار الانترناشنال تريد. وممكن يكون الانترناشنال تريد التجاره العالميه هي اللي ساعدت في حته العولمه. العولمه يعني ايه؟
يعني العالم كله بقى ايه، بقى قرية صغيرة في اتصالات. النهاردة انت تقدر تتكلم سواء بالتليفون او على الانترنت مع واحد في امريكا، واحد في اخر مش اقول لك في اخر القارة اللي انت فيها وفي اخر البلد اللي انت فيها، لا ده في قارة في اخر الكوكب. فالحمد لله، المفروض ان احنا اي تقدم تكنولوجي نستفيد منه ايجابيا، ونبعد عن المفروض يعني ان احنا نبعد عن اثاره السلبيه، لان مفيش حاجه في الدنيا هتلاقيها ليها وجه واحد، كل حاجه في الدنيا ليها ادفانتشز وديس ادفانتشز. طب تعالى نستفيد من الايه الناحيه الايجابيه. هنا بيقول اهو the need for and benefits of international trade. ليه في احتياج للتجاره العالميه، وايه الاحتياج النيد، وايه البنفيت، ايه المنافع بتاعتها؟ قال لك بص، الوصول للموارد، الموارد دي سواء ان هي هتستهلكها او ان انت تدخلها في الانتاج زي ما كنا لسه بنقول، يبقى عفوا هنا بيقول لي اهو الجين اكسس تو ريسورسز. اكزامبل مثلا هنا بيقول لك جابانيز مانيفاكتشر، لو انت بتقول لي والله الصناعه اليابانيه دي كويسه، فالجابانيز مانيفاكتشرز نيد اكسس تو سويتش تو ساتش ريسورسز از ميتالز اند مينرالز ماشينري اند اكويبمنت اند فول تو بروديوس ذا كارز. ده بينتجوا مثلا عربيات جيده وكده، بس هم ما عندهمش مثلا المواد الخام بتاعتها فبيستوردوها، تمام؟ اند كونسيومرز الكترونكس ذات از زين اكسبورت تو ريست اوف ذا وورلد. يعني بينتجوا عشان ينتجوا هذه المنتجات اللي هم بيتميزوا فيها، محتاجين الموارد اللي ممكن تكون مش موجوده عندهم في البلد. والسؤال اللي انت سالته لي، قلت لي سؤال فلسفي كده، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما حطش كل الموارد في حته واحده بحيث ان كل بلد يبقى عندها اكتفاء ذاتي وخلاص؟ لا، مش 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 هينفع. هتلاقي في بلد عندها الثروه المعدنيه الحديد في بلدها فتنفع مثلا تجاره لصناعه السيارات، في بلد تانية هتلاقي عندها الالومنيوم، او هتلاقي عندها ثروه معدنيه اخرى، في هتلاقي بلد عندها مثلا زي الصين الثروه البشريه هي اللي ايه اللي مثلا اليد العامله والانتاج. شوف ازاي حتى يقول لك ان مين ان ممكن تكون راس المال احد عناصر الانتاج اللي هي توفر الريسورسز. طب كلام جميل جدا، يبقى احنا ممكن الانترناشنال تريد توفر لنا الجين اكسس تو ريسورسز. تاني حاجه ايه؟ قال لك الجريت اديشنال كريت اديشنال ديماند فور برودكتس اند سيرفيسز. يعني ايه؟ يعني يبقى عندي طلب اضافي. تخيل ان انت بتنتج عربيات مثلا زي ما قال لك مثلا ايه صناعه السيارات، وقال لك ان اليابان وبتاع ده، فبيقول لك اهو يعني فور اكزامبل الجابانيز مانيفاكتشر، لو اليابانيين بيعملوا لك عربياته زي الفل، انت قلت لي مش غاليه مثلا زي او ما فيهاش عيوب العربيات الامريكيه ومش عارف ايه، فزي الفل ماشي. بس افرض ان هم بيصدروا لبلادهم بس، وانت صعب ان انت تشتري عربيه يابانيه، فانت كده عندك مشكله، هو عنده مشكله، انت عايز المنتج الياباني ده اللي انت بتحترمه، هو ما مش محترف بالانترناشنال تريد، بيبيع للسوق المحلي بس. فشوف بقى ازاي ان الانترناشنال تريد وفت احتياجاتك واحتياجاته هو كمان كمنتج. ممكن يقول لك لا، طب ما انا ازيد مبيعاتي ان انا اطلع بره السوق المحلي، السوق المحلي خلاص مثلا استكفى، او مثلا هفتح اسواق جديده. If Japanese manufacturer couldn't sell cars and consumer electronics abroad, they would have limited their production to the quantity that can be consumed in Japan. لو هي شغالين بس في اليابان يبقى هيقللوا الانتاج بتاعهم على قد السوق الموجود عندهم في اليابان, which is relatively small market. لكن الانترناشنال تريد فتحت لهم الطلب. بس بيقول لك additional demand, انشاء طلب اضافي على المنتجات والخدمات بتاعتهم. دي تاني حاجة جميلة جدا, توفي يعني المواد الخام للمنتجين وطلب اضافي للمنتجين عشان ينتجوا ويصدروا. وكمان قال لك international trade provide consumer with a greater choice of products and services. توفير خيار اكبر للعملاء. Provide greater choice
تو كونسيومر. يعني انت والله مش عايز والله العربيات الامريكيه ممكن تشتري المنتجات اليابانيه، مش عايز والله، عايز السعر كويس تجيب المنتجات الصينيه. يبقى انت شوف انت قاعد حاطط رجل على رجله وبيجي لك برودكتس من كل العالم. طب ما دي كانت هتحصل من غير الانترناشنال تريد. لا انا ما بدافعش عن الانترناشنال تريد، هنعرف ان ليها عيوب، يعني ليها عيوب وليها مزايا زي اي حاجه في الدنيا، لازم نكون واقعيين يا جماعه. طيب اخر حاجه بيقول لك امبروف كواليتي اند اور ريديوس برايسز. يعني ممكن بص الاسواق عامه طالما فيها منافسه شريفه يبقى هي يعني تعدد المنتجين، تعدد المصدرين، تعدد الناس اللي هي البروديوسر، هينشئ حاله من ايه، من المنافسه. المنافسه تخليك ان انت عايز تقلل السعر عشان المنافس بتاعك ما ياخدش الزباين، عايز تحسن الجوده بتاعتك، فيا اما امبروف الكواليتي يا اما ريديوس البرايسز. عارف لو مش كده كنت هتبقى مفروض عليك المنتجين المحليين بتوعك ينتجوا حاجة بقى الكواليتي بتاعتها زي الزفت، هتشتري غصب عنك. ينتجوا حاجة البرايس بتاعتها غالية، هتشتري، مفيش غير كده. بس مش معنى كده ان انا اموت المنتجين المحليين، بالعكس، ده انا كمستهلك ومصلحتي ان المنتجين يفضلوا شغالين زي ما قلنا كده، لما شغالين في الاقتصاد هيرفعوا النمو بتاعه ويقللوا البطالة وحاجات كتير قوي، والناتج المحلي يزيد. لذلك الحكومات بتحاول ان هي تحمي المنتج المحلي، بس هو في نفس الوقت منافس من ضمن المنافسين، عليه انه يزود الكواليتي بتاعته وايه ويقلل البرايسز بتاعته، يبقى ده حاجه جميله جدا من حته المنافسه. طيب بيقول لك بقى في اتجاهين بيواجهوا حته او الترندز ان امبورتس اند اكسبورتس. التجاره العالميه دي او التجاره الدوليه انترناشونال تريد دي بيبقى في قصادها حاجتين، يعني ايه حاجتين؟ حاجه بتساعدها وتدعمها وحاجه بتحد منها. Two major trends have vomited international trade. اول حاجه بيقول لك few trade barriers. البارريرز دي اللي هي المحددات او القيود او الموانع، زي ايه؟ زي التعريفات الجمركيه. كل دوله ممكن تحط تعريفه جمركيه، بيقول لك عشان حاجتين، تدخلها فلوس وفي نفس الوقت تحمي الاقتصاد بتاعها، تحمي الايه؟ الصناع بتوعها. طيب يبقى دي فعلا في موانع هنتكلم عليهم بالتفصيل، وفي هنا بقى ايه؟ محفزات. يبقى الترندز الاثنين عكس بعض. حاجه بتزود، بص بيقول لك ايه؟ تو ميجر ترند هاف بونت ذا انترناشونال تريد، يعني حاجتين بيأثروا بقوه في الانترناشونال تريد، في التجاره العالميه. بيتر ترانسبورتيشن اند كوميونيكيشن، الاتصالات الجيده والنقل الجيد ده هيقوي الانترناشونال تريد، انما الموانع دي هتضعف الانترناشونال تريد. بس زي ما تقول يعني مش هتضعف، لا احنا لازم ننظم برضه وموفق، ما ينفعش الحكايه تبقى سايبه كده خالص. طيب تعالى نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اول واحده. اول واحده هو بيقول لك فور ايه تريد بارز. التريفز او التعريفات الجمركيه اللي بتصدرها الحكومات، تاكسز ليفد on imported products or services that allow governments not only to establish trade barriers often to protect domestic suppliers. يعني الحكومات بتعمل البارريرز دي، الحدود دي، حدود موانع على البضاعه اللي جايه لها من بره. احنا كنا لسه عمالين نقول استيراد استيراد، ما بلاش الاستيراد يا عم، خصوصا اللكشري جودز والحاجات اللي هي يعني اللي هي السلع الكماليه اللي ملهاش لازمه دي، اكل كلاب بقى ومش عارف، ما ناكلهم من اكلنا يا عم. فقال لك ماشي ماشي ماشي، انا الامبورتس ده انا هحاول احدده، احاول اقلله، بس زي ما انت قلت لي برضو ان في حاجات ضروريه، المواد الخام اللي داخله في الانتاج، الادويه، الحاجات اللي لا يمكن الاستغناء عنها، حاجات مش موجوده عندي في بلدي فمحتاج اجيبها. طيب بس خد بالك الحاجات التانية بقى ممكن الحكومات تعمل ايه؟ تعمل تعريفه جمركيه على الكل، بس ممكن الحاجه اللي مش عايزاها مثلا استيراد الخمور، فيقول لك دي عليها عليها نسبه عاليه من الـ من الـ من الـ من الجمارك. ليه بقى؟ قال لك اولا عايز يمنع مثلا الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، يعني شوف بقى انا كده انا جبت كده فايده ثالثه، يمنعها خالص، في حاجه عايز يمنعها، يغلي
التعريفه الجمركيه بتاعتها اوفن بروتكت دوميستيك سبلاي. طب لو افرض بقى الاجهزه الكهربائيه وانا عندي منتجين لهذه الاجهزه الكهربائيه، عندي يا عم ناس بتنتج تلفزيونات وبتاع، فانت مش هتقدر تمنع، بس هتعمل ايه؟ تعلي الجمارك. عشان ايه؟ عشان احمي الدوميستيك سبلايرز يعني المنتجين المحليين. احميهم ازاي؟ يعني راجل عندي بيبيع بيعمل الكمبيوتر بيتكلف عليه 1000 ولا 1500، بيبيعه ب 2000، انت جايب لي التلفزيون من بره ب 1200 جنيه وهتكسب فيه 300 400 جنيه و1000 ونص، هتموت المصنع اللي عندي هيقفل. فانا عشان احميه احط لك 500 جنيه ضرايب. اهو 500 جنيه ايه؟ جمارك على الوحده. هوب يخش السوق المصري او السوق المحلي، بيبقى بينافس ايه؟ قريب للسعر المحلي، ما تموتليش الايه؟ المنتجين المحليين. يبقى دي تاني حاجه، ان انا ممكن يعني انا اقترحت واحده من عندي كده، ان انا امنع السلع اللي ملهاش لازمه مثلا، اللي هتضر المجتمع بتاعي او اللي هتخالف مثلا مبادئي او حاجه زي كده. تاني حاجه ان انا احمي المنتج، دي مهمه جدا، تحمي الدوميستيك سبلايرز. تالت حاجه رايز ريفينيو، تزود الايرادات بتاعه الدوله الغلبانه بتاعتك دي، ما هي برده عندها مصروفات. حلو، يبقى دي كل دي مزايا الترافز، مع ان الترافز دي من ضمن البارز اللي بتم اللي بتقلل الانترناشونال تريد. احنا عندنا في زي ما قلنا كده في 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 ترند بيقلل هنا، وفي في ترند بيساعد اللي هو ترانسبورتيشن والكوميونيكيشن، ده ترند اتجاه مساعد للانترناشونال تريد. طب وايه تاني؟ قال لك الكوتس، الكوتس ده اللي هي الحدود او الحصص، ليميتس بليسد اون ذا كوانتيتي اور برودكتس of products that can be imported. يعني ممكن الدولة تيجي تقول للمنتج انت ما تقدرش تدخل اكتر من 1000 طن مثلا من هذا المنتج، او 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 1000 كونتينر مثلا، اي ايا كان يعني، بس هتدي له كوتا. يعني ايه؟ يعني حصه ما تزيدش عنها، ليميت محسوب. طيب في حاجات تانية بيقول لك ايه؟ نون تراف باريرز، في كمان باريرز اخرى او حواجز اخرى غير جمركيه، زي الرينج اوف باريرز مثلا، بديك رينج مثلا. الحاجات دي كلها برضو مقصود بيها اننا ايه؟ ما افرضش في الامبورتس، هي غالبا بتفرض على الامبورتس، لكن اغلبيه الدول بتشجع الاكسبورتس، بتشجع الانتاج والتصدير. ليه؟ لان هي بتزود الناتج المحلي، بتزود نشاط الاقتصاد، بتزود الفلوس اللي داخل البلد، بتزود الكلام اللي احنا قلناه بقى، وتقلل الان امبلويمنت، وتقلل الانفليشن في البلد، او يعني انخفاض القوى الشرائيه. يا نهار ابيض، ده امال احنا كنا بنحكي في ايه؟ دي حاجات مهمه جدا. لازم نربط الكلام ببعض يا جماعه. such a certification، بدي شهادات وبدي لايسنس للناس، وممكن اللايسنس دي تسحب لو خلفوها. عندي عقوبات سانسيشنز، عندي امبارجز اللي هي الحظر مثلا لبعض الحاجات اللي هي المخالفه. ذات ميك ات مور ديفيكلت اند اكسبنسيف تو فورجين بروديوسر تو كومبليت. يعني بحاول برضو ايه افرمل عمليه الايه، ان بضاعات تخش كتير. يعني من ضمن ما الحاجات اللي ايه اتعملت علشان اتفاقيات علشان يعني تقلل البوريرز دي شويه او البارلز دي شويه، قال لك اتفاقيه الجات، انترناشونال تريد بارلز هاف ستابيليتي او ستيدلي بين ريديوس ذا سنس ذا ايه ذا باسج اوف ذا جنرال اجريمنت اوف اون ترافز اند تريد، اللي هي اللي بيسموها الجات، اتفاقيه الجات اللي هي الجي اي اي تي General Agreement of Tariffs and Trade. يعني بيحاولوا ان هو منها اللي عملتها World Trade Organization، منظمة التجارة العالمية او الدولية، حاولت تقلص موانع او حواجز التجارة الدولية علشان تمنع الترند اللي هو ايه هابط بيقلل التجارة الدولية. الترند التاني بقى اللي هو بيساعد او بيزود التجارة الدولية، قال لك البيتر ترانسبورتيشن اند ايه كوميونيكيشن. طالما في اتصالات جيده وفي تحسين للنقل والاتصالات، يبقى الحكايه دي هتساعد بقى، مش هتقاوم الانترناشونال تريد. ده اتجاه صاعد، لكن ده كان اتجاه نازل، خد بالك. طيب بيتر قال لك بقى لارج شيبنج كونتينرز، الكونتينرز الكبيره قوي، السفن الضخمه اللي بتقدر تنقل ملايين الاطنان وملايين الوحدات من المنتجات. قال لهم مانيفاكتشرز تو ترانسبورت نان بيرشبل برودكتس، المنتجات اللي هي مش قابله ان هي تفسد او تبوظ، تقدر ان هي تقدر ان انت تنقلها بالكونتينرز او السفن اللي تاخد شهور والكلام ده. more easily on ships او trains او tracks، tracks اللي هي الناقلات الكبيره، trains القطارات.
او ان انت ممكن في حاجات اللي هي البيرشبل برودكتس، المنتجات اللي ممكن تفسد بسرعه، انقلها بالجامبو جيت اللي هي يعني الطائرات. ذا ابيليتي تو كوميونيكيت. يبقى هنا شوف عندك اوبشنز كتير للترانسبورتيشن، وكلما كان في تطور كلما بقى في ايه امكانيه ان انت تنقل اسرع وبدائل اكتر. طيب الكوميونيكيشن بقى، ذا ابيليتي تو كوميونيكيت ديجيتالي has also contributed to increase in the trade of services. يعني مش بس نقل البضاعة بالترانسبورتيشن، لا نقل الخدمات. ممكن ناس تقدم